تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل الأخبار. مشهد اليوم ينفتح على برلين العاصمة الألمانية، التي تشهد غدا مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية بمشاركة 11 دولة من بينها مصر، كما دعيت أيضا عدة منظمات من بينها جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي أيضا، وذلك سعيا لإنهاء الاحتراب الداخلي في ليبيا وبدء مسار سياسي جديد قد يخرج البلاد من أزمتها الحالية. تسربت من هذا المؤتمر 6 نقاط تم الاتفاق عليها لإخراج بيان ختامي لهذا المؤتمر بموافقة الأطراف جميعا، تتمحور حول إنهاء الاحتراب الداخلي، وقف إطلاق النار، وأيضا حصر السلاح في يد الدولة الليبية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية، واحترام القانون الإنساني. أيضا تنص الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التنفيذ والإشراف على هذه الخطة. بالطبع مصر لها أجندة احترمت من خلال الوثيقة التي سيصدرها المؤتمر بصفتها دورة جارة لليبيا، وتتأثر كثيرا ويتأثر أمنها القومي بزعزعة الاستقرار في هذه الدولة الهامة. من الناحية الأخرى دعيت أيضا الجزائر التي يهمها الاستقرار في ليبيا. حول هذا المؤتمر وحول إمكانية أن يخرج بأجندة مقبولة من جميع الأطراف لإنهاء الأزمة الليبية وبدء مسار سياسي جديد لهذا البلد الذي اكتوى بنار الاحتراب لتقريبا 10 سنوات، ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي يشرفنا فيها للتحليل والمتابعة دكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور بشير. أهلا بك يا أستاذ. طيب نتابع معا هذا التقرير حول هذا المؤتمر الهام في برلين، نعود بعده لبدء الحوار والمتابعة مع ضيفنا، فكونوا معنا. في إطار الجهود الدولية للتوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا والحد من التدخلات الخارجية في شؤونها، تشارك مصر غدا في مؤتمر برلين الدولي بالعاصمة الألمانية لبحث الأزمة الليبية، وذلك على مستوى رؤساء الدول والحكومات. وصرح وزير الخارجية سامح شكري أن الهدف من الذهاب إلى مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية هو اجتماع الدول الإقليمية ذات التأثير والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لوضع خارطة طريق وتحديد العناصر الضرورية لاستعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن تلك الدول لديها القدرة على تنفيذ رؤيتها في هذا الإطار. جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أكد فيها شكري على أن الموقف المصري بشأن ليبيا يشدد على ضرورة وجود توافق سياسي داخلي وخارجي، بالإضافة إلى القضاء على الإرهاب واستعادة تشكيل المجلس الرئاسي وخضوع السلطة التنفيذية له وتحمل الجيش والشرطة مسؤولية الأمن. هذا وتضم قائمة المدعوين للمؤتمر مجموعة الدول 5 دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى دول إقليمية هي مصر والجزائر والإمارات وإيطاليا وتركيا، فضلا عن منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. كما يشارك أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القمة، حيث من المقرر أن يجدد الأمين العام رفض الجامعة لكافة أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، كما سيدعو إلى امتثال كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن القمة. وكان المستشار عقيل صالح رئيس البرلمان الليبي أكد أن الوفد الليبي رفض التوقيع على بيان موسكو كونه لم يتضمن النقاط المتفق عليها، مؤكدا على أن الشعب الليبي لا يقبل أي إملاءات أو ضغوط خارجية.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة دكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك دكتور. وفي البداية، هل لك أي تعليق على الدول المدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع؟ الحقيقة إنه هذا الاجتماع أو هذا الملتقى يعتبر ملتقى دولي لتقريب وجهات النظر ما بين الأطراف الإقليمية والدولية بشأن الأزمة الليبية، إضافة إلى تقريب وجهات النظر أيضا ما بين أطراف الأزمة الليبية نفسها، المشير خليفة حفتر والسراج وحكومة الوفاق. دعي لهذا المؤتمر 12 دولة، سواء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن أو دول الجوار الليبي، لكن غابت دول تبدو مهمة كاليونان وتونس والمغرب على سبيل المثال. هذا الغياب أيضا يطرح تساؤلات. أيضا هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه كمؤتمر دولي يناقش الأزمة الليبية، وإنما سبقه مؤتمران. الأول كان في باريس في مايو 2018، ثم تلاه المؤتمر الثاني مؤتمر باليرمو في إيطاليا في نوفمبر من نفس العام اللي هو العام 2018. وللأسف الشديد مخرجات هذين المؤتمرين لم يتم ترجمتها على أرض الواقع، ولا زالت الأزمة الليبية تراوح مكانها، وهذا يطرح تساؤلات بشأن مصير مؤتمر برلين ويجعله على المحك. لابد من آليات تضمن تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر على أرض الواقع، وإلا سندور في نفس الحلقة المفرغة، وهي القرارات الأممية 1970 لعام 2011 وأكثر من 35 قرار أممي صدر لحظر تصدير السلاح ومنع تدفق المقاتلين ومنع التدخلات الخارجية العسكرية في الأزمة الليبية. ومع ذلك لا تزال الأزمة الليبية معسكرة، لا تزال الأزمة الليبية تشهد تدفق المقاتلين والمرتزقة والسلاح. اليوم تدفق إلى ليبيا هناك أسلحة نوعية متطورة. هناك يعني في الوثيقة الختامية ضمان لإنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة لضمان تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، هل هذا كاف أم أن يعني يجب أن تكون هناك مثلا قوة أمم متحدة أو قوة عسكرية أوروبية دولية لضمان عدم التشاحن؟ لابد من آلية للرقابة يا أستاذ أشرف، لأنه مؤتمر باليرمو وقبله مؤتمر باريس وحتى الصخيرات 2015 كلها، ومنذ العام 2011 القرارات الأممية صدرت وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنها قرارات ملزمة تستوجب إجراءات زجرية عقابية ضد من يخترقها. ومع ذلك هذه القرارات تخترق صباح مساء. المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة يعني انتقد الخروقات التي وصلت إلى 12 دولة. 12 دولة تخترق القرار الأممي وتصدر السلاح والمقاتلين إلى ليبيا حتى الآن، ما يعني أنك بحاجة إلى آلية تضمن تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، سواء كانت لجان دولية من الأمم المتحدة أو قوات حفظ سلام أو لجان رقابة وإشراف دولي تتموضع في ليبيا وتحول دون وصول السلاح والمقاتلين وتوقع عقوبات على الدول التي يثبت تورطها. الآن المبعوث الأممي غسان سلامة نشر قائمة بالدول التي تخترق حظر السلاح لليبيا، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء ضدها، وفي صدرتها تركيا بالطبع، لدرجة أنه حتى ساعات قليلة كان هذا محور سؤالي، هل سيشمل هذا القرار أو هذه الآلية ستشمل تركيا التي تقول أنها وقعت اتفاقية حماية مع حكومة ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني يعني لحماية طرابلس تحديدا؟ ظني أن مؤتمر برلين بحاجة إلى حسم الجدل القانوني حول شرعية حكومة الوفاق والموقف من مذكرتي التفاهم اللتين أبرمتهما تركيا مع حكومة السراج. هاتين المذكرتين مشكوك في شرعيتهما رغم خطورتهما الشديدة، يعني إحدى هاتين المذكرتين تتعلق بترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية ما بين تركيا وليبيا، وهذا أمر خطير للغاية لأنه يتطلب مشاركة كافة دول الجوار ومراعاة حقوق الدول الأخرى، وهذا ما لم يحدث. الأمر الثاني هو التعاون الأمني والعسكري،
أن بموجب هذه المذكرة يخول أردوغان بإرسال قوات، على الرغم من أنه لا يوجد نص صريح بإرسال قوات نظامية تركية أو سلاح، كما أن مضمون هذه الاتفاقية يتناقض مع القرارات الأممية وأبرزها 1970 لعام 2011 و 1973 الذي يقر بضرورة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. ما يعني أن مؤتمر برلين مطالب بفض الاشتباك القانوني وفض الاشتباك الدستوري الخاص بشرعية حكومة السراج، لا سيما وأن هذه الحكومة بموجب اتفاق الصخيرات حصلت على شرعية لمدة عام تجدد لعام آخر، بينما نحن في العام 2020 الآن ومر أكثر من 4 أعوام ولا زال الجدل بشأن شرعية هذه الحكومة يعني يدور حتى الآن. أردوغان يقاتل من أجل استبقاء هذه الحكومة، لأن بقاء هذه الحكومة يستبقي مذكرتي التفاهم ويخول له البقاء والتموضع. فيما يبدو أن البيان الختامي لا يتحدث عن هذا الأمر تحديدا، حول شرعية الحكومة، يعني البيان الختامي يتحدث عن يعني ترتيبات أمنية وترتيبات اقتصادية وترتيبات عسكرية وحصر حظر السلاح وحصر السلاح في يد الحكومة، ولكنه لا يتحدث عن هذا. هل تعتبر أن مؤتمر برلين سيكون نقطة انطلاق وستليه جولات أخرى من المحادثات، أم أن هذا يعني سيضع أساس للحل الشامل في ليبيا؟ إن لم يتم حسم هذه الملفات الخلافية في مؤتمر برلين فلا أتصور أن فرصة أفضل ستتاح بعد ذلك، لأنك تتحدث عن مشاركة الخمس أعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تتحدث عن مشاركة الرئيس بوتين الرئيس الروسي، تتحدث عن أكثر من رئيس دولة دول الجوار، تتحدث عن الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، تتحدث عن الأمم المتحدة، تتحدث عن الاتحاد الأوروبي، حضور دولي عالي المستوى ربما يكون غير مسبوق بهذه الكثافة، كل الأطراف موجودة، لابد أن تطرح كافة القضايا على الطاولة وأن تتخذ قرارات حاسمة بشأنها. لو أرجعت قرارات ولم تحسم في هذا الملتقى لا أتصور أنها ستجد لها فرصة لاحقة، خصوصا وأن هذا الاجتماع يعقد وهو ملغم، يعني تركيا لغمت هذا الاجتماع أولا بتهديد الدول المجتمعة حينما قالت لو تم إسقاط حكومة السراج أو نزع الشرعية عنها ستتحول ليبيا إلى ساحة للإرهاب الداعشي القاعدي، يعني تركيا بتستخدم ورقة الإرهاب مجددا لإرهاب الدول المشاركة، وهي تدري جيدا أنها تستطيع ملء ليبيا بالإرهابيين لأنها نقلتهم من سوريا والعراق إلى ليبيا وتستطيع نقل المزيد منهم، بالإضافة لإنزال جنود أيضا نزل يعني الأخطر من الجنود كمان يا أستاذ أشرف، سواء كانوا مرتزقة أو جنود نظاميين، الأخطر من ذلك مستوى التسليح. الآن في تحد واضح للقرار 1970 تركيا أرسلت بطاريات صواريخ هوك الأمريكية، هذه الصواريخ هي أنظمة دفاع جوي متوسطة المدى وهي مضادة للصواريخ ومضادة للطائرات الحربية، وهذا تحول نوعي في مستوى تسليح الميليشيا الموالية لحكومة الوفاق، تبتغي تركيا من خلاله إحداث تغيير في موازين القوى على الأرض، لأن تركيا تريد تغيير موازين القوى لمصلحة حكومة السراج حتى يكون موقفها التفاوضي أقوى في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. يعني سنخرج من هذا المؤتمر بحكومة السراج وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، يقول بالأمس وزير الخارجية الروسي إن هذه الأطراف لا تقبل حتى الجلوس والتفاوض مباشرة مع بعضها، فما بالك يعني بأي نوع من أنواع التوافق، فيما يبدو أن الأمر صعب جدا وأن المؤتمر سيخرج بطرفين أيضا. ده حضرتك كان في مشكلة أكبر وهي رفض الطرفين المشاركة أصلا في مؤتمر برلين، يعني حتى ساعات قليلة مضت كان المجتمع الدولي يترقب هل سيشارك خليفة حفتر في اجتماع برلين وهل سيشارك السراج في اجتماع برلين أيضا، لكن بعد زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لبني غازي والتقائه بالمشير خليفة حفتر أعلن بعدها بساعات حفتر أنه سيشارك في مؤتمر برلين، لكنه لن يلتقي أي من أطراف الوفد الخاص بحكومة السراج وستكون المفاوضات غير مباشرة، أي مفاوضات تلك التي تجرى بين طرفي نزاع بينما كل منهم في غرفة مستقلة ولن يلتقي وجها لوجه أو يتحاور وجها لوجه، ما يعني أنه حتى مؤتمر باليرمو كان نفس الطريقة، كانت مفاوضات غير مباشرة بين السراج وحفتر ولن يشارك إلا بضغوط أيضا من قبل رئيس الوزراء الإيطالي حينها الذي زار بني غازي وأقنع السراج وأقنع حفتر بالمشاركة في هذا الاجتماع. مؤتمر باريس هو الآخر شهد مسألة المشاركة غير المباشرة أو المفاوضات غير المباشرة بين حفتر
والسراج. لذلك لابد من تحقيق اختراق او بريك ثرو حقيقي ما بين طرفي النزاع في ليبيا برعاية المانية وبرعاية الاطراف الدولية التي ستشارك، مع وجود ضمانات واجراءات بناء ثقة وتجاوز يعني الجوانب القصور التي اعترت مؤتمر باليرمو ومؤتمر باريس من قبله، وإلا سندور في حلقة مفرغة وسنتوصل إلى مخرجات لا تترجم إلى واقع فعلي. يعني إذا لم تتم حل الأزمة بشكل شامل في هذا المؤتمر، طيب كيف يعني بوجهة نظرك هل هناك يعني أجندة عمل للمؤتمر؟ هل سيستمر فقط يوم أم للأسف الشديد هو يوم واحد فقط، رغم هذا التجمع الكبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية الأربعة، إلا أنه سيكون يوما واحدا فقط. يعني أعتقد أن يوم واحد لا يكفي، لأنك بحاجة إلى مناقشة أوضاع اقتصادية في ليبيا وإعادة الإعمار ومسألة النفط. أنت أمام تحدي جديد، أنه قبل ساعات قلائل خرجت تظاهرات من القبائل وجموع الشعب الليبي في بني غازي لمنع تصدير النفط للخارج وأن تؤول عوائده إلى حكومة السراج التي تنفق ذلك على تركيا وعلى المرتزقة وعلى السلاح في تحد سافر للقرارات الأممية. لذلك قطع تصدير البترول عن ليبيا سيضاعف المشكلة والأزمة الاقتصادية، سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار، ويعرقل مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا ويزيد من المأساة الإنسانية في هذا البلد الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي في موارده الاقتصادية. لذلك مناقشة الملف الاقتصادي، الملف الأمني، مناقشة ملف الميليشيا والسلاح ومستقبله في ليبيا، مناقشة مسألة الانتخابات وتشكيل حكومة وطنية، توحيد القوات المسلحة الليبية. في اعتقاد هذا يتطلب يومين أو ثلاثة أيام على الأقل في جلسات منفصلة وفرق عمل. أما أن تجتمع لسويعات قلائل ثم ينفض الاجتماع، أتصور أن الأمور قد لا تفضي إلى تحقيق بريك ثرو أو اختراق حقيقي في هذا الأمر. طيب دعنا يعني نفند أو نفصل مواقف الدول المدعوة للمشاركة والمؤسسات والمنظمات الدولية المشاركة في هذا المؤتمر، باستثناء الصين وبريطانيا من الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، فإن هناك دول من المؤكد أنه سيكون لها كلمة في هذا المؤتمر، هي فرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. بالأمس ظهر بوادر خلاف بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن. الولايات المتحدة الأمريكية تطالب يعني بمغادرة كل القوات الأجنبية لليبيا في الوقت الحالي، فيما يبدو أنها يعني مائلة إلى حد ما للأجندة التركية، يعني فيما يبدو أنها تقول إنه إذا لا تريدون مشاركة تركيا في حرب في الداخل الليبي فلتخرج كل القوات. وهناك يعني يقال إن هناك قوات روسية هي التي حفزت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الاتجاه. حضرتك أثرت نقطة في غاية الأهمية، وهي حقيقة الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية ومن دور تركيا في الأزمة الليبية. الولايات المتحدة منذ مقتل السفير الأمريكي في بني غازي في العام 2014 وهي قالت على نفسها أن لا تتورط أو تنغمس أكثر في الأزمة الليبية، لذلك لم يكن هناك حضور أمريكي قوي في الأزمة الليبية. وأعلن الرئيس ترامب حينما جاء للسلطة في العام 2016 أنه لا يحتاج إلى نفط الشرق الأوسط وأنه لا داعي لمزيد من الانخراط في الداخل الليبي. لكن بعدما بدأت روسيا تتغلغل عسكريا وسياسيا في الأزمة الليبية في محاولة لإيجاد فرصة للتموضع الجيوستراتيجي في جنوب المتوسط، بدأ الموقف الأمريكي يتغير. بدأت الولايات المتحدة تلتفت إلى ليبيا، بدأت تقوم بعمليات عسكرية ضد تنظيمات إرهابية داخل ليبيا كداعش والقاعدة، وتتحرك من قواعد عسكرية أمريكية في النيجر وغيرها من الدول الأفريقية. لما بدأ الولايات المتحدة أن روسيا حريصة على إقامة قواعد جوية وبحرية في جنوب المتوسط في ليبيا لتلحقها بالقواعد التي أقيمت في حميمين في سوريا، بدأ الانخراط الأمريكي يتزايد، لكن من خلال تركيا. فاعتقادي أن تركيا هي رأس حربة للوجود الأمريكي في ليبيا، لأنها تريد أن تكبح جماح التغلغل الروسي في ليبيا من خلال تركيا. وأعتقد أنه أردوغان ما كان له أن يجترئ ويتجاسر على التموضع الجيوستراتيجي في ليبيا
ويتحدى القرارات الأممية وينزل قوات من المرتزقة والجيش النظامي التركي أو يبرم هذه الاتفاقية الغريب يا أستاذ أشرف أن الولايات المتحدة لم تعلق على هذه الاتفاقية أو تفرض عقوبات على تركيا بسبب التدخل في ليبيا، وإنما قالت نحن نؤيد شرعية حكومة السراج، لكننا نرى أن مذكرتي التفاهم اللتين أبرمتا مع تركيا يعني غير مريحتين، وهذا تعبير لا يحمل أي دلالة سياسية على الإطلاق، ما يعني أن الولايات المتحدة ضمنا توافق على هاتين المذكرتين وتوافق على التموضع العسكري التركي في ليبيا وتوافق على كل الانتهاكات التركية للقرارات الأممية في محاولة لكبح جماح التغلغل الروسي في ليبيا. رأينا ذلك بالفعل كرد فعل من رئيس دونالد ترامب حينما كان يجلس بجوار رئيس الوزراء اليوناني وهو يقول إن تركيا أبرمت اتفاقية غير شرعية وغير قانونية في البحر المتوسط. يقول الصحفيين ونظر إلى دونالد ترامب فنظر ترامب إلى السقف، يعني لم يعلق ولم يرد وكأنه غير معني بهذا الأمر. الآن سنواصل تفصيل أدوار الدول المدعوة في هذه الجولة من مؤتمر برلين، وقد انضم إلينا الآن الأستاذ علي طرفاية الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي ووكيل رابطة الشؤون الأفرو عربية بنقابة الصحفيين. مرحبا بك أستاذ علي. تفضل. يعني كان سؤالنا الأول فندنا يعني مواقف كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وسنتطرق إلى مواقف الدول العربية المدعوة في هذا المؤتمر. هل هي متناسقة كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر؟ هل ستكون أجندة واحدة لحل الأزمة الليبية؟ تفضل. يعني ما فيش شك، اولا ارحب بحضرتك وارحب بضيفك الكريم. يعني المشكل الليبي له تداعيات على كل دول المنطقه، يعني خاصه بعد توغل الجماعات الارهابيه في ليبيا عقب احداث 2011. وجدت الجماعات الارهابيه في ليبيا ملاذا امنا وسط صمت دولي وترك مساحه كبيره لهذه الجماعات لكي تتجذر داخل الدولة الليبية. ليبيا هي دولة جوار لأكثر من دولة، دولة جوار بالنسبة للجزائر وتونس والسودان ومالي ومصر وتشاد والنيجر، دولة قريبة، يعني هي من منطقة الساحل الإفريقي وهي منطقة نفوذ لفرنسا ولألمانيا وكل مصالح الدول، يعني هناك صراع دولي داخل منطقة الساحل الإفريقي. يعني أتصور يعني الدول العربية منخرطة في الأزمة الليبية من منطلق أنها أزمة يعني تهم دولة عربية لها انعكاسات على كل يعني على المستوى الأمن الإقليمي. من هنا كان وجود دولة الإمارات، مصر دولة جوار بالنسبة لليبيا، وهناك تداعيات كبيرة حدثت ووقعت على الأمن المصري جراء حالة الانفلات والفوضى الأمنية في ليبيا وتوغل الجماعات الإرهابية. الجزائر أيضا هي معنية بشكل أو بآخر بالشأن الليبي، فهي دولة جوار بالنسبة لليبيا. أيضا ربما يمكن الملفت النظر هو غياب تونس عن مؤتمر برلين، وهي دولة جوار أيضا بالنسبة إلى ليبيا، وما يجري في ليبيا ينعكس بشكل أو بآخر على الشأن التونسي. لكن في كل الأحوال الأزمة الليبية هي أزمة يعني عربية تخص كل الدول العربية، لابد أن يكون هناك موقف عربي ورؤية عربية موحدة للتعامل مع الأزمة الليبية، لأن ما يجري في ليبيا هو يمس الأمن القومي العربي والإفريقي في المقام الأول، ومن ثم لابد أن يكون هناك أيضا تنسيق ما بين الجماعة العربية وما بين الاتحاد الإفريقي، يعني حتى داخل مباحثات مؤتمر برلين. يعني فكرة التعويل على دور فارق للدول الكبرى هي يعني فكرة
قد تكون في اطار يعني نوع من التعاون. الدول يعني كما اشار ذلك الكريم ان الولايات المتحده الامريكيه لم تكن معنيه بالشان الليبي بالدرجه الكافيه، هناك محددات معينه ربما تحكم السياسه الامريكيه في ليبيا، هي تقويض يعني النفوذ الروسي في ليبيا مخافة أن يكون لروسيا يعني دور جيوستراتيجي داخل ليبيا ولها مكان جيوستراتيجي داخل ليبيا يؤثر على الأمن القومي لدول أوروبا، أيضا حماية الأمن القومي الأوروبي. أمريكا تبحث أن تقدم دورا لأوروبا عوضا يعني عن فكرة رفع الرسوم الجمركية عن البضائع الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والقرار الرئيس ترامب، فيبحث أن يعوض أوروبا بشكل يعني غير مباشر من خلال حماية الأمن الأوروبي عبر البحر المتوسط من خلال الدورة التي تلعبها الولايات المتحدة داخل ليبيا. لكن في كل الأحوال المشكل الليبي هو مشكل عربي، لابد أن تكون هناك يعني رؤية عربية واحدة، لابد أن يكون هناك دور عربي في مواجهة الإرهاب. لأن طب بمناسبة الدور العربي، السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية هناك، هل هناك تسريبات أو أي نوع من أنواع الأجندة التي يعني تدخل بها جامعة الدول العربية هذا المؤتمر، أم أنه سيكون يعني حاضرا لمعرفة مقررات المؤتمر؟ تفضل. يعني هناك تسريبات ربما عن مسودة المؤتمر، أمور تتعلق بوقف إطلاق النار، إشراف دولي على عملية وقف إطلاق النار ما بين الجيش الليبي والميليشيات. هناك يعني تسريبات حول فكرة حظر توريد السلاح إلى ليبيا يعني التصدي للدور التركي الداعم للجماعات الإرهابية في ليبيا، لكن أتوقع أن تكون هناك رؤية عربية في إطار يعني فكرة حل الميليشيات في ليبيا، نزع سلاح. طيب بمناسبة هذه النقطة تحديدا، يعني هناك تقريبا إحدى النقاط في المؤتمر أو في الأجندة الختامية أو الوثيقة الختامية لهذا المؤتمر تقول حصر السلاح في يد الدولة الليبية. نعم يعني هذه النقطة تحديدا كيف تفهمها؟ يعني مصر بذلت جهود في هذا الإطار واستضافت أكثر من لقاء ما بين عسكريين ليبيين في إطار جهود مصر توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وأن تكون هناك مؤسسة واحدة هي تحتكر السلاح، وأن يتم يعني إعطاء دور للأجهزة الأمن لكي تباشر مهامها في حماية أمن الليبيين، وأن تحتكر الدولة يعني مفهوم الميليشيات. أستاذ علي، لقطع الطريق أمام الصراعات الداخلية والصراعات الأهلية في ليبيا. أتوقع أن هذه الفكرة أيضا مطروحة في مؤتمر برلين، هي فكرة توحيد المؤسسة العسكرية بحيث أن يكون هناك جيش ليبي محترف من عناصر عسكرية محترفة. طب هذا ما حدث بعد اتفاق الصخيرات، يعني توحيد المؤسسة العسكرية، هذا ما حدث بعد اتفاق الصخيرات، وفيما يبدو أنه يعني كان هناك اتفاق فعلا في تقريبا البند الثامن من اتفاق الصخيرات المتعلق بالترتيبات الأمنية ونزع سلاح الميليشيات، لكن هذا لم يحدث. كان المفترض أن يحدث هذا، يعني اتفاق الصخيرات وقع في 2015، في 2016 من المفترض أن كان تم هذا حل الميليشيات ونزع سلاح هذه الميليشيات والعمل على تأسيس المؤسسات الأمنية في ليبيا، لكن للأسف المجلس الرئاسي بدلا من أن يقوم بتفكيك العناصر الميليشيوية ونزع سلاح هذه الميليشيات أصبح رهينة وأداة في يد هذه الميليشيات يوفر لها الغطاء الشرعي لممارسة جرائمها في الداخل الليبي، لكن هذا ما لم يحدث. ربما مؤتمر برلين يسعى إلى يعني تجاوز هذه الأخطاء، يسعى إلى مجلس رئاسي جديد، حكومة وطنية جديدة تحظى بثقة كل الليبيين، تمثل كل الليبيين، تنخرط في أداء مهام تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الأمنية، صياغة الدستور، بناء الجيش الليبي، حل الميليشيات والجماعات، حل الميليشيات العسكرية ودعم الجيش في محاربة الإرهاب. أتصور أن هذا هو سوف ما تركز عليه حتى الرؤية العربية، سواء كانت متمثلة في جامعة الدول العربية أو الرؤية العربية الإفريقية متمثلة في جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
نعم، السيد علي طرفاية الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي ووكيل رابطة الشؤون الإفريقية العربية في نقابة الصحفيين، شكرا جزيلا لك. نعاود مرة أخرى يعني شرح أدوار الدول المدعوة والمؤسسات المدعوة، جامعة الدول العربية مشاركة والاتحاد الإفريقي ممثل في الكونغو مشارك، بوجهة نظرك هل هناك تطابق في الرؤى بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي؟ مساحة الاتفاق شاسعة ما بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ونقاط التلاقي تتمثل في رفض التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا، ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية واحتكار الدولة ممثلة في جيشها وقواتها الأمنية الوطنية للسلاح، و أيضا رفض وجود المرتزقة والميليشيات وتفكيك هذه الميليشيات ونزع سلاحها، أيضا خارطة طريق لبناء مؤسسات سياسية جديدة، انتخابات، حكومة وطنية موحدة، فضلا عن إطلاق جهود إعادة الإعمار. طب هنا تحديدا عند هذه النقطة تحديدا، وأرى أنها يعني نقطة خطرة إلى حد ما، حصر السلاح في يد الدولة الليبية، ما هو مفهوم الدولة بالنسبة لهذا المؤتمر؟ هم دعوا رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، هؤلاء يجب أن يكون كيانا واحدا، ولكنهما الآن ليس كيانا واحدا. مفهوم حصر السلاح في يد الدولة في يد أي طرف؟ من المفترض أن تكون هناك حكومة ليبية وطنية موحدة، بمعنى أن تنتهي حالة الانقسام والثنائية. نحن الآن بصدد سلطتين، بصدد حكومتين برلمانين، لذلك يعني لابد وأن يسفر مؤتمر برلين عن آلية أو خارطة طريق تسهم في إيجاد حكومة وطنية ليبية موحدة، وأن تنهي حالة الازدواجية التي تعاني منها الدولة الليبية حاليا، لأن هذه الازدواجية المقيتة هي التي أدت إلى أن دولة كتركيا تستفيد من هذا الانقسام وتستغل ضعف حكومة السراج وارتباطها بالميليشيات القريبة من تركيا سواء كانت إخوانية أو مرتزقة، وتقوم بإبرام مذكرتي تفاهم من أخطر ما يمكن، أو تنطوي على قضايا من أخطر ما يمكن تمس مستقبل الدولة الليبية ومقدراتها ومقدرات شعبها. لذلك إنهاء حالة الانقسام وأن يكون بصدد حكومة واحدة، جيش وطني موحد هو الذي يحتكر السلاح في الدولة الليبية، وألا يكون هناك ميليشيات. طب وكما قلت أنت والوقت قصير جدا في هذا المؤتمر، كيف يمكن تكوين حكومة؟ يعني إذا قلنا إن هذا المؤتمر سينزع مثلا عن حكومة السراج صفة أنها الممثل الوحيد لليبيا، كيف يقوم هذا المؤتمر بتكوين كيان واحد ممثل لليبيا بين الشرق والغرب؟ مسألة نزع الشرعية عن حكومة السراج في هذا المؤتمر ده أمر مستبعد، لأنه لازال المجتمع الدولي بحاجة إلى جهة يستطيع أن يتحاور معها وينسق معها. يمكن وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات جديدة لبناء مؤسسات الدولة الليبية، بحيث تكون هناك حكومة انتقالية على الأقل تدير شؤون البلاد، وأن يتوقف عمل حكومة السراج مع إجراء هذه الانتخابات وإعلان الحكومة الجديدة. لذلك يعني الأمر يتطلب خطوات سياسية جادة وجدول زمني واضح لهذه الخطوات. مجرد إطلاق قرارات، مجرد إطلاق ينبغيات كما جرى في مؤتمر باليرمو ومؤتمر باريس، أعتقد أن هذا ليس كافيا، وإنما لابد من تشكيل لجنة أممية تشرف على انتخابات محددة الموعد، وأن يكون هناك رقابة من المجتمع الدولي، وبالتوازي مع ذلك تكون هناك رقابة على عملية تفكيك الميليشيات، يعني أن تمضي العملية السياسية بموازاة تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها مع حظر تصدير السلاح وتفعيل القرارات الأممية. نحن لسنا بحاجة إلى قرارات أممية جديدة. أنا يعني كلمة حظر تصدير السلاح هذه أمر مستبعد تماما، لأن الحدود الشاسعة للدولة الليبية وقلة عدد السكان وقلة الجنود الذين يمكن أن يحموا الحدود الليبية من دخول أي أسلحة من أي مكان فيها، هذه عملية صعبة جدا. الأفضل أن تكون هناك آلية لمنع الاقتتال الداخلي كما قلت أنت، ولكن فيما يبدو أنه لا يكفي الأمم المتحدة. هل يمكن أن نتطرق إلى دور الاتحاد الأوروبي؟ هل ممكن أن يشارك بقوة داعمة لهذه الآلية لمنع الاقتتال الداخلي، تمهيدا لإطلاق أي نوع من أنواع المسارات السياسية؟
الاتحاد الأوروبي دوره محوري للغاية لاعتبارات عديدة، منها اعتبارات أمنية لأن الاتحاد الأوروبي يخشى تدفق الإرهابيين من ليبيا إلى أوروبا بعد ذلك، وأن تكون ليبيا مجرد محطة انتقالية لانتقال الأوروبي الإرهابيين إلى أوروبا. هناك قضية الهجرة غير النظامية، هناك مخاوف لدى الأوروبيين من أن تغدو ليبيا معبرا أو جسرا للهجرة غير النظامية من أفريقيا ككل إلى أوروبا. هناك أيضا المخاوف بشأن الطاقة وأمن الطاقة. ليبيا الآن هناك تراجع في صادرات النفط الليبية بشكل كبير في الوقت الذي تعاني فنزويلا من أزمات داخلية تعوق تصدير النفط بكثافة. إيران تحت العقوبات الأمريكية وانخفضت صادراتها النفطية بنسبة 90% تقريبا. لذلك بالإضافة إلى التوتر في الخليج ما بين إيران والولايات المتحدة، ما يعني أن أسعار الطاقة يمكن أن تقفز بشكل أو بآخر. لذلك الدول الأوروبية حريصة على إقرار الأمن وتسوية الأزمة الليبية سريعا. الدول الأوروبية منخرطة بشكل كبير في الأزمة الليبية، فرنسا، ليبيا، ألمانيا تستضيف هذا المؤتمر، ومن قبل إيطاليا استضافت مؤتمر باليرمو في العام 2018. لكن المشكلة هي في انقسام المواقف الأوروبية، وهذا الانقسام هو الذي يساعد بعض الأطراف الخارجية على الاستفادة من الفراغ والتدخل في الأزمة الليبية. حضرتك قلت أنه في صعوبة في تنفيذ حظر السلاح، لو أن هناك إرادة دولية في تنفيذ حظر السلاح لكانت. الآن الجيش الوطني الليبي يسيطر على قرابة 90% من الأراضي الليبية، ليبيا لها شواطئ تمتد لألفين كيلو متر. عفوا، هل سيستمر هذا الوضع أم بعد هذا المؤتمر وبعد مطالبة بوقف إطلاق النار سيتم طلبات معينة من الجيش الليبي؟ الجيش الليبي موقفه واضح، يعني لو تتذكر حضرتك في موسكو حينما كان هناك محاولة لإقرار اتفاق الهدنة. سنستكمل هذه النقطة، ولكن ننوه إلى أن هذه الصور الحية التي نشاهدها الآن هي صور منقولة من بيروت، حيث هناك اشتباكات تدور الآن بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية. عفوا المقاطعة، تفضل دكتور بشير. الجيش الوطني الليبي لديه إصرار أولا على التمسك بالأراضي التي تم تحريرها من الميليشيا والمرتزقة. يعني حتى في موسكو حينما حاول الرئيس بوتين أن يقنع المشير خليفة حفتر بالتراجع إلى ما قبل 4 أبريل الماضي، هو انطلاق عملية طوفان الكرامة والعودة مجددا إلى بنغازي، رفض المشير خليفة حفتر ورفض التوقيع على وثيقة الهدنة، حينما أيضا اشترط المشير خليفة حفتر أن يتم تفكيك الميليشيا وأن يتم نزع سلاحها وأن لا تكون تركيا طرفا في الهدنة أو المراقبة لأنها تخترق أصلا القرارات الأممية. لذلك أي مطالبة للمشير خليفة حفتر بالعودة والتخلي عن الأراضي المدن التي تم تحريرها سيكون هناك رفض مطلق وقاطع في هذا السياق. أيضا مسألة تفكيك وضرورة تفكيك الميليشيا، الجيش الوطني الليبي والمشير حفتر يصر على ضرورة إتمام هذا الأمر. لذلك أي محاولة للنيل من الإنجاز العسكري الذي تحقق من قبل الجيش الوطني فستكون غير ذات جدوى على الإطلاق. طيب البديل إذا استمر هذا الوضع وهو استمرار الاحتراب ودخول طرف جديد مثل تركيا وهو أمر خطير جدا، ليبيا يعني بديل عدم الاتفاق بين الليبيين في هذا المؤتمر هو عودة الاحتراب مرة أخرى وعودة الاستعانة بالقوات الأجنبية لكل طرف لتحقيق أي نوع من أنواع الانتصارات. وكما رأينا فيما يبدو أن هناك اتجاها أمريكيا للدفع بأطراف تابعة لها للدخول في الأزمة الليبية، مما سيعقدها إلى حد كبير. لن يكون للليبيين كلمة في ليبيا بعد الآن. للأسف كلمة الليبيين محدودة في هذه الأزمة بسبب تداخل الأطراف الإقليمية والدولية وتسارع المصالح. يعني حتى وقت قريب كانت فرنسا وعدم الرغبة أيضا في الحوار الداخلي، فيما يبدو أن يعني الخلافات هي أصبحت أعلى من الدولة الليبية نفسها. ظني أن ارتباط حكومة السراج بالميليشيا والمرتزقة وتركيا وجماعة الإخوان هو ما يشكل عقبة حقيقية، لأن الجيش الوطني الليبي من حقه أن يبحث عن وحدة الدولة، من حقه تطهير الدولة من الميليشيا، من حقه أن يكون لدى ليبيا جيش وطني قوي متماسك وموحد، من حقه أيضا أن يوقف نزيف الأسلحة الذي تعاني منه ليبيا بهذه الطريقة. بينما استناد حكومة السراج إلى رغبة في البقاء مبنية على دعم من ميليشيا ومرتزقة ومن تركيا وتقديم تنازلات هائلة لتركيا من سيادة ليبيا ومواردها وثرواتها رغبة منه في البقاء، أعتقد أن هذا ليس في مصلحة الدولة. إذن باختصار لن ينجح مؤتمر برلين وسيعود الأوضاع إلى ما هي عليه قبل ذلك بدخول أطراف جديدة في الصراع، قد لا نعرف إلى
الذي لا نعرف إلى أين سيؤول. دعني أضيف باختصار. يعني دعني جواب الشرط، يعني لن ينجح مؤتمر برلين ما لم يضع آليات قوية لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف تصدير السلاح وتفكيك الميليشيات وضرورة تحجيم التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا وتصالح وتلاقي مواقف الأطراف الإقليمية والدولية من الأزمة الليبية وعدم استخدام ليبيا ساحة لتصفية الحسابات أو يعني تسوية خلافات ما بين الأطراف الإقليمية والدولية. نتمنى أن يخرج مؤتمر برلين بآلية فعلا تحمي كل هذه المقررات، لأنه بدون آلية كما قلت لن تنفذ أي نقطة من النقاط التي سيتم الاتفاق عليها. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا غير الشكر الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. الشكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد وبفريق عمل جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة تانية للأخبار. إلى اللقاء. We'll be right back.